ما تدري انت راكب سيارة ولا طيارة؟ خلونا نشوف. نشغل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لسلامتكم الرجاء ربط حزام الأمان. اليوم تجربتنا فل الأثنين. مدير فل 95 فل. شوية ايش؟ شوية قدام. راح نشوف تانك الأفنم كم ياخذ وهو فاضي. وصلنا 110 والحين ما وقف. خلاص مفروض يوقف اتوقع. 57 لتر. عدينا فل يمشيك تقريبا 548 كيلو. يلا فكري افتح الشنطة اتوقع وين نزل. ما فيش مفتاح؟ ما في مفتاح. انا شفت هنا المنطقة. يلا كذا هنا. كذا؟ لا 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 حول. لك ثلاث لمسات. يلا. غلط. راحت الأولى. هنا هي في هذه المنطقة. غلط. يلا. آخر لمسة. غلط. مش عارف أنا إزاي. أوه. راحت الجائزة.